أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أبغى أسأل عن حكم الزواج من رجل. نعم. سألنا عنه فقال إنه يعني يحافظ على الصلاة، لكن لا أعلم إنه هل هو في المسجد أم لا. هل هو إيش؟ هل هو يحافظ عليها في المسجد أم لا؟ أي نعم. ولكن قال إنه يحافظ عليها. طيب. ما أدري في المسجد أو لا. وحليق اللحية. طيب. ويوجد لديه يعني القنوات في البيت. طيب. علما بأنه يعني كعمري 33 سنة، فهل يلزم لي يعني أنت عمرك 33 سنة ها؟ أيوة. طيب. ورغبتي أنا يعني في زوج صالح مؤمن تقي، الرجل الملتزم بسمته. أيوة. ظاهرا وباطنا. طيب. الملتحي صالح باطن عند الله. فهل يعني أقبل أم أنتظر؟ طيب طيب تسمعين الإجابة يا أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية سألت عن تقدم لها، طبعا عمرها 33 سنة، تقدم لها رجل سمعت أنه يحافظ على الصلاة لكن لا تدري هل هو في المسجد أم لا، يحلق اللحية عنده دش كذلك، يعني هي تقول قولوا لا تأخذ لا تقبلين. الحقيقة أنه يعني حصر مثل هذه العيوب وجمعها وتقديمها، وش رأيكم؟ يعني أنت يبدو أنك لك رأي وتوجه معين. لا أرى أنه في مثل هذه المسائل يسأل إلا من كان قريبا من يعرف حالك معرفة تامة ويشير عليك بإشارة مناسبة لحالك. وأما من حيث التوجيه العام، جاء في السنن ومسلم الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ترضون. وهنا ينبغي العناية بقول ترضون، لأن الرضا بالدين والأمانة يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الأماكن. فقد يكون مرضيا في هذا المكان ما ليس مرضيا في البلد الأخرى، وقد يكون مرضيا عند العائلة الفلانية من لا يرضى به في العائلة الفلانية. فالمسألة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص، لكن هناك حدود ومعايير، وهي أن يكون الإنسان قائما بالواجب على وجه الإجمال. هذا وصف لا بد من اعتباره، على أنه إذا كان الواجب في البلدان قد اختل مثلا، يعني على سبيل المثال من 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 حلق اللحية من الأمور التي شاعت بين الناس وأصبحت ليست قرينة على صلاح الدين من عدمه في بعض المجتمعات. فبالتالي هنا لا نجزم أنه إذا كان حليق اللحية أنه ليس صالحا في دينه. ثم الصلاح يختلف من شخص لآخر وفي من باب لآخر، فالمسألة لا يمكن أن يجاب فيها بجواب عام أفضل مما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجه. هنا ملحظ آخر، أن بعض الفتيات تتشرط في المتقدم أن يكون كذا وكذا وكذا من الصفات الطويلة التي هي تقول تو أنا أطلب رجلا صالحا في ظاهرا وباطنا. أين هذا الذي هو صالح في ظاهر وباطن؟ هذا لا يمكن أن يحكم به لأحد. نحن لا نحكم على البواطن، البواطن عند الله تعالى، إنما الحكم على الظواهر. مثل هذه الشروط هي التي تسبب عرقلة عند كثير من الفتيات حتى تفوتها الفرص، ثم إذا مضى العمر جاءت وقبلت بأدنى من يكون، في حين أنها فوتت فرصا أفضل وعروض أحسن فيما تقدم.